هادشي بابا مجلس الوطني موسيقية بابا مدير مسيرة التعليم الثانوي تبيه. نحن هنا اليوم في إطار التنسيق الميداني مع زملائنا في موسيقية في هيئة التدريس وأطر الدعم. نحن في هذا الوقت معه المسيرة من أجل الرد على الحكومة التي مع كامل الأسف لا تعتبر الأستاذ خصما، أيضا تعتبر شريكا وحجرا أساسيا وحجر الزاوية التعليمية والتعلمية. لا يمكن أن ننهض بالتعليم في هذا البلد ونحن نعتبر الأستاذ خصما. لا يمكن أن ننهض بالتعليم في هذا البلد ونحن نعتبر أن هذا الأستاذ يلوي ذراع الدولة. الدولة ليست هي الحكومة، الدولة هي كل مجموعة من القطاعات ومجموعة من المؤسسات ومجموعة من الأجهزة. الحكومة عنصر واحد في هذا. الأستاذ هو حجر الزاوية في أي نماء وفي أي إقلاع تنموي. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستمر الحكومة في لعبة تكسير العظام بينها وبين الأساتذة. هذا أمر غير مقبول. نحن نوجه رسائل مباشرة للحكومة، ارجعي عن غيك، كفى من محاولة شيطنة الأساتذة. نحن مع الشعب ونحن مع التلميذ. لا تحاولوا أن تخلقوا هوة بيننا وبين الآباء، لن تستطيعوا ذلك. إننا هنا نحيي وبشكل عالي الوعي العالي للآباء والأمهات ولجميع فئات الشعب المغربي الذي عبر بشكل صريح وواضح عن مساندة الأستاذ ومساندة نضالات الأساتذة. نحن الآن نقف بخط الدفاع الأخير للمجتمع من أجل المدرسة العمومية. لا يمكن أن نقبل بهذا النظام الأساسي المجحف والظالم والذي يريد تحويل المدرسة العمومية إلى قطاع خاص. تعلمون أيها المشاهدون الأعزاء من خلال هذا المنبر الحر، تعلمون أن هذا النظام الأساسي هو نظام للأساتذة، ولكن هو مجرد إجراء وتطبيق بقانون الإطار يتضمن مادة غاية في الخطورة تلزم الآباء والأمهات بأداء مصاريف تدريس أبنائهم أين في الثانوي التأهيلي وفي الثانوي الإعدادي. لا يمكن لنا أن نقبل إطلاقا أن نحيد عن مجانية التعليم. التعليم حق دستوري لكل مواطن وبالمجان. لا يمكن أن نفرط في المدرسة العمومية. نحن كلنا أساتذة، مواطنون، أطباء، مهندسون، كل قطاعات المجتمع. لا يمكن أن نقبل إلا بمدرسة عمومية مجانية وذات جودة. تحية لكم. لا ولد في نفسي ويا اساسيد ابلك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.